احلى المواعيد تجمعنا وتراث الاجداد منبعنا. خليك مع المتعه ومعنا بمسابقه شاعر المعنى بسم الله الرحمن الرحيم. أينما كنتم متابعي قناة الساحة، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من مركز الملك خالد الحضاري، حيث تقام مسابقة شاعر المعنى في نسختها الرابعة. مشاهدينا الكرام، انعقدت القمة الخليجية 35 يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في دولة قطر، ومثل ما أتمنى مجلس الوزراء في بيان الأسبوع الماضي بالتوفيق والسداد للقادة في اجتماعهم، فكل شعوب الخليج تتمنى ذلك وتبتهج بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل. ونحن من هذا المنبر ندعو بالتوفيق لقادتنا جميعا لما يحقق الحياة الكريمة لشعوبنا. دعونا نشاهد هذا التقرير سويا والعمل الإنشادي بعنوان الاتحاد الخليجي من أداء المنشد أبو الغريب، طبعا من كلمات الشاعر العقيد علي الهاجري وأداء المنشد أبو الغريب الدكتور حسين مشيط. وإن جاء نهار فيه ريبة من دونها بدرع وحزام. والخطر زاد اصبر على الحسادة نقزام. حنا جسد واحد وله روح، حنا الخليج بروح الاسلام. حنا اتحدنا والخطر زاد اصبر على الحسادة نقزام. حنا جسد واحد وله روح، حنا الخليج بروح الاسلام. أهل الحروب أهل الشجاعة،
اصل العروبه اهل القنا وخيولي وحساب اهل الحروبه للشجاعه يوم اللي قام عمينا الاخصام ليالينا والايام واهلك بقواتك عيدانا اللي يبون نعود لك سام